فاضل ايام على نهايه شهر رمضان الكريم، وفي نجوم كبار رجعوا في الموسم الدرامي 2024. تعالوا نتكلم عنه. اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامج اهلا دراما. حلقتنا النهارده عن نجوم كبار غابوا عننا في دراما رمضان السنين اللي فاتت ورجعوا بقوه في دراما رمضان 2024. وكان اول عائدين النجم الكبير يحيى الفخراني في مسلسل عتبات البهجه اللي اتعرض في النص الاول من دراما رمضان 2024. المسلسل مستوحى من روايه بنفس الاسم للكاتب الروائي ابراهيم عبد المجيد، واللي بيرجع بيها الفخراني بعد 3 سنين تقريبا كانت اخر اعماله مسلسل نجيب زاهي زركش اللي عرض في 2021. والحقيقه ان دكتور يحيى الفخراني وجوده بيفرق كتير، وان شاء الله ما يغيبش تاني، خاصه بعد النجاح اللي حققه المسلسل في النص الاول من الشهر. ورجع مع الفخراني في نفس المسلسل المخرج الكبير مجدي ابو عميره او الملك زي ما بيلقبوه، واللي بيرجع بعد غياب 4 سنين تقريبا من مسلسل قوت القلوب اللي اتعرض في سنه 2020. طبعا المخرج الكبير مجدي ابو عميره هو مخرج روائع في الدراما المصريه العربيه، اللي قدم كتير من الاعمال الراسخه في وجداننا زي ذئاب الجبل، يتربى في عزه، الضوء الشارد، المال والبنون، الرجل الاخر، وغيرها من الاعمال. كمان النجم كريم عبد العزيز رجع من تاني في دراما رمضان 2024 بعد غياب السنه اللي فاتت، بعد ما امتع جمهوره ببطوله مسلسل الاختيار. طبعا مسلسل حشاشين اكبر واضخم انتاج عربي في الدراما التلفزيونيه للكاتب الكبير عبد الرحيم كمال والمخرج الدكتور بيتر ميمي، وبيجسد كريم عبد العزيز دور حسن الصباح، الشاب اللي بيخوض رحله ملحميه بعد انضمامه لمذهب الاسماعيليه في سن 17 سنه، وبيؤسس الشاب الجماعه اللي سميت بالحشاشين. والحقيقه ان الحشاشين صدام مش في مصر بس، لا عربيا وعالميا. نروح لمسلسل صيد العقارب وظهور من جديد للنجمة سيمون في دور مختلف شكلا وموضوعا عن اللي قدمته قبل كده. مسلسل صيد العقارب واحد من المسلسلات اللي شاغل متابعين دراما رمضان 2024، ساب الموضوع الشيق وده اللي عودتنا عليه النجمة غادة عبد الرازق. كمان رجعت في دراما رمضان 2024 نجمة حالة شيحة بعد غياب 4 سنين في امبراطورية مين، اللي بيقوم ببطولته النجم خالد النبوي، العمل بيمثل عودتها لجمهورها بعد مسلسل خيانة عهد اللي قدمته في رمضان 2020. واخيرا بقى رجعت الفنانة وفاء مكي بعد 9 سنين من الغياب للتمثيل من جديد في مسلسل حق عرب اللي بيقوم ببطولته الفنان احمد العوضي، وكانت اخر اعمالها مسلسل الكابوس اللي عرض سنه 2015. بس كده، دي كانت حلقتنا النهارده، كنت معاكم انا لميس محمد، شكرا على المتابعه.